السلام عليكم مشاهدي الكرام، وكل عام وأنتم بخير. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سعادة المواطن، نسلط من خلاله الأضواء على آخر مستجدات الشأن العراقي الحاضر في جميع وسائل الإعلام. هو الحديث عن الكتلة الأكبر، من سيشكل الكتلة الأكبر؟ وهل سيكون هناك معارضة في البرلمان؟ ماذا يعني حكومة أغلبية وطنية ممثلة لجميع مكونات الشعب العراقي؟ أليست هي محاصصة؟ وهل تغيير الاسم يغير المضمون؟ طيب ماذا لو شكل السائرون الكتلة الأكبر وذهب ائتلاف دولة القانون إلى المعارضة؟ هل سيتم محاسبة المالكي على سنوات مضت في إطار مكافحة الفساد؟ طيب وفي حال شكل دولة القانون الكتلة الأكبر وسارت سائرون إلى المعارضة، هل تعتقدون أنه سيكون هناك صولة فرسان جديدة على التيار الصدري؟ أما في حال اتفقت جميع الكتل على حكومة محاصصة، فهل سيسكت الشعب العراقي ويرضى بالظلم لأربع سنوات قادمة؟ عملية سياسية معقدة تحتاج إلى حل يخرج البلاد من أزمتها الحالية. هل تشكيل الحكومة القادمة هو الحل، أم حكومة إنقاذ تعيد العملية السياسية إلى المربع الأول هو الحل؟ ثورة شعبية تسترد الحقوق المسلوبة هو الحل؟ ما هو الحل؟ رحبوا معي بضيفي في الاستوديو الدكتور مصلح الجبوري السياسي المستقل. دكتور مصلح مرحبا بك. مرحبا، أهلا وسهلا. دكتور مصلح، تابعت معنا يعني الأحد الفائت، كان هناك اجتماع لأربع كتل فائزة: سائرون، الحكمة، الوطنية، النصر، لتشكيل نواة الكتلة الأكبر. يعني لحد الآن هي يعني من ناحية العددية هي الكتلة الأكبر، ولكن على الجانب الآخر هناك الفتح ودولة القانون، يقولون من أنه وصلنا إلى خطوات متقدمة مع الأحزاب الكردستانية وأيضا مع المحور، تحالف المحور وهو يمثل خميس الخنجر النجيفي وغيرهم من الكتل السياسية، تقريبا 53 أو أكثر من السنة. هل تعتقد من أنه سائرون سائرة فعلا باتجاه تشكيل الكتلة الأكبر وهي الأقدر، أم أن الجانب الآخر هو الأقدر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك ولكادر القناة وللمشاهدين الكرام. حياك الله. يعني هي الانتخابات جرت في أجواء غير طبيعية وتمخضت عن نتائج غير طبيعية أيضا. النتائج الانتخابات رافقتها الكثير من عمليات التزوير باعتراف المشرفين عليها وباعتراف أحد أعضاء المفوضية الذي اعترف علنا وباعترافه يعتبر حجة على الانتخابات بأنها شابه الكثير من التزوير، وقسم كبير أيضا صرح بأن هذه الانتخابات كانت تكون هناك قوات مسلحة وميليشيات فرضت على كثير من مسؤولي الصناديق آلية الانتخابات وطريقة الانتخابات، وبالتالي فدخلت أيضا في مفهوم التزوير. لذلك أنا في تقديري يعني أن الإقدام على تشكيل حكومة بنتائج انتخابات مزورة سيكون خطأ استراتيجي. طيب ليش خطأ الجانب الآخر؟ نعم، ليش خطأ استراتيجي؟ لأن الشرعية ستطاردها، تبقى تطاردها وتطارد البرلمان أيضا. ما طاردت اللي إجوا ويا خلف الدبابة الأمريكية، تطارد يعني انتخابات نص نص مزورة أحسن مما مجلس الحكم. مو نص نص مزورة، الانتخابات الآن يعني المشاع عنها أنها كلها تزوير وكلها فرض إرادات وكلها تدخل في مسار الانتخابات. لذلك فالحكومة التي تتمخض عنها والبرلمان الذي يتمخض عن هذه الانتخابات ستطارده وتلاحقه الشرعية طيلة الفترات السابقة. طيب القادمة. دكتور مصلح يقول لك بالنسبة لي هذا يعني بالنسبة للواقع العراقي، هذا الموجود اشتغل على الموجود وماكو غيره، بمعنى لو ظلت تحسب بالأصوات 100 سنة راح تطلع لك نفس النتيجة، لأنه احنا نريد هاي النتيجة.
يعني إذا كان أطراف العملية السياسية هم يرغبون على تمرير انتخابات مزورة وتشكيل حكومة على ضوء نتائج هذه الانتخابات وبهذه الطريقة وبهذه الآليات رغم الاعتراضات الشعبية الواسعة التي تمخضت عن اعتصامات الآن، اعتصامات في البصرة واعتصامات في السماوة واعتصامات في مدن عراقية أخرى. فإذا كان أطراف العملية السياسية مصرون فهم عليهم أن يتحملوا النتائج، لأن الاحتجاجات الشعبية سوف تتصاعد وربما ستكون باتجاه التصادم مع خلينا ما أنا ذكرت في المقدمة دكتور مصلح، أنا ذكرت في المقدمة من أنه إذا كانت سائرون هي تشكل حكومة ما هو الوضع، إذا كانت دولة القانون هي تشكل حكومة ما هو الوضع، إذا اتفق سائرون ودولة القانون شكلوا كالحكومات الماضية شنو وضع الشارع العراقي. خلينا هسه في بداية أنه سائرون، لأن هي أكثر وحدة تتحرك، كتلة تتحرك لتشكيل حكومة. سائرون إذا شكلت الحكومة هل سيقبل جزء من الفتح، ائتلاف الفتح أو دولة القانون الذهاب والجلوس في المعارضة، في حين أنه لا يوجد شيء اسمه معارضة في العراق؟ يعني وفق الآليات الدستورية التي حددها الدستور أن سائرون تعتبر هي الكتلة الفائزة، وبائتلافها مع كتلة النصر والوطنية والحكمة ستشكل، وطرف أيضا طرف آخر من أطراف القوى الكردية، ستشكل الكتلة الأكبر. وفي حالة تشكيل الكتلة الأكبر ستذهب الأطراف المناوعة لهذا التيار إلى المعارضة. وكما تعلم أن سائرون أعلنت برنامجا سياسيا واضحا يتكون من 40 فقرة في حالة نجاحها في تشكيل الحكومة وتشكيل الكتلة الأكبر، فمن هذه الفقرات في برنامجها هو القضاء على الفساد، أو من أولويات البرنامج هو القضاء على الفساد ونبذ المحاصصة. وبالتالي هذا المشروع سيصطدم مع مصالح القوى الأخرى. طيب. والقوى الأخرى أيضا ستكون قوى مناوعة، وبالتالي سيكون هنا الاصطدام. طيب خلينا نسأل الدكتور قاسم الجبوري المحلل السياسي والبحث في الشأن العراقي. دكتور قاسم مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ خالد، حياك الله. دكتور قاسم أسأل عن إذا كان سائرون هو من يشكل الحكومة بتشكيلته التي أعلنها قبل عدة أيام، ما هو مصير ائتلاف الفتح ودولة القانون؟ وأؤكد على دولة القانون، هل ستقبل بالمعارضة، خصوصا من أنه المعارضة مصيرها معلوم منذ 1958، مصير المعارضة معلوم أين يذهب؟ نعم، عفوا أستاذ خالد، أنا ما أعتقد أنه كتلة الفتح ومن كان معها سواء القانون أو غير القانون سيقبلون لأنفسهم بدور المعارضة. في كل الحكومات نحن نتمنى أن تكون هناك حكومة وهناك معارضة تشرف على عمل الحكومة عندما تنحر بمسارها الوطني، لكن بحسب تحليلي ما أعتقد بالهين أن هذه السجالات وهذه المنافسات ما بين الكتلتين سترتضي كتلة الفتح، أو أقل تقدير ترتضي قائمة قانون برئاسة المالكي أن تكون معارضة وبمنأى عن الحكومة. إذا كانت هناك ضغوطات خارجية، وهذا شيء ملموس عند تشكيل كل حكومة، والضغوطات المعروفة سواء كانت أمريكية أو سواء كانت إيرانية، مما لا شك سيتقاسم فيما بينهم على أقل تقدير المناصب السيادية، فما أظن نهائيا أن كتلة الفتح ستكتفي بالمعارضة. طيب يعني تيار الحكمة يقول، يعني هو عراب، يعني يقول الكتلة الأكبر ستضم جميع المكونات بمن فيهم الكرد في فضاء وطني. طيب يعني شلون كتلة أكبر وتضم جميع المكونات؟ يعني هي محاصصة.
سادي الكريم، احنا في تشكيل الحكومة ما عندنا كتلة اكبر وطنية بحد ذاتها. حتى الاخوة الاكراد لحد الان ينظرون ترجيح احد الكفتين ويذهبون الى هذه او تلك لتحقيق معاربهم الخاصة الكردية. هو بمجرد هذا السؤال اذا هي المسألة ليس وطنية. فاذا كتلة تضم كل المكونات، احنا في تشكيل الحكومة كل الامر في كفة، وكفة رئاسة الوزراء في كفة لوحدها. كل حكومات العالم رئيس الوزراء عندما يجلس مع الوزراء هو عضو حاله كحال اي وزير جالس ضمن الدائرة المستديرة، ما عدا الوضع في العراق يختلف نهائيا. كل الامور كل القوانين يصادرها ويلغيها رئيس الوزراء، وبالتالي انا اعتقد هذا كلام غير دقيق انه الكتلة تضم كل المكونات. نعم تضم شخوص لكن لا تضم لا قرار من بيده القرار رئيس الوزراء، وبالتالي ستبقى المكونات الأخرى ضعيفة. نتمنى أنه الكلام يطبق، ونتمنى أنه تكون هناك أي أن يكون هناك برنامج حكومي في حالة عدم تنفيذه للشعب العراقي. نتمنى حالنا حال كل حكومات العالم، عندما يكون هناك إرباط في أي حكومة يقدم رئيس الوزراء على الاستقالة وتشكيل حكومة جديدة. فأنا أعتقد لم نصل إلى هذه الدرجة التي يتكلم بها الحكيم، لأن كتلته تشمل كل المكونات، تشمل نعم أجساد لكن ليس قرارات. المسألة مسألة القرارات، ولذلك حتى عندما يراد أن يطبق أي قرار نرى أن هذه الكتلة تتنازل عن أمور معينة مقابل تنفيذ قرار للكتلة المقابل. وأعتقد هذه الأمور أيضا ستكون حليفة الحكومة الجديدة. أنا تكلمت قبل كم يوم عندما سئلت على قناتكم المباركة هل سيكون هناك تغيير، بالنسبة إلى تحليلي الشخصي لا يتعدى التغيير أكثر من 20%. شكرا دكتور قاسم الجبوري المحلل السياسي حضرتنا، شكرا جزيلا لك. عودة إلى دكتور مصلح. دكتور مصلح، يعني نفس الحديث، يعني تيار الحكمة أنا ما أعرف، يعني بصراحة يعني الموضوع يحتاج إلى تفسير. الكتلة الأكبر ستضم جميع المكونات بمن فيهم الكرد في فضاء وطني، يعني بمعنى كأنه يختم لا تقولون محاصصة، لا فضاء وطني. يعني هي الجانب الإيجابي في هذه الانتخابات المزورة أن الكتل الطائفية انقسمت على نفسها في جميع المكونات السياسية المجتمع. دكتور مصلح تقول هذه الانتخابات مزورة، هو هل الانتخابات الماضية احنا نعرفها مزورة او ما مزورة؟ يعني مو انا اللي اقول مزورة، وانما باعتراف المشرفين عليها والقائمين عليها هم الذين قالوا مزورة، وحيلت مجلس المفوضية الى التحقيق وابدل بقضاة. يعني هي والقضاة قالوا انه رجعنا وحسبناها ولقيناها نفس الشيء، واليوم كملوا وراح يرجع يسلمون المفوضية المنتدبين راح يرجعون لمكانهم وراح تيجي المفوضية تستلم. اي ولكن هذا لا يعني انها غير مزورة، لان القضاة اخذوا نماذج 5% من الصناديق، قسم من الصناديق احترقت، قسم من الصناديق. هذه عملية تمرير للانتخابات وليس عملية تزكية وتبرئة، وانما عملية تمرير الانتخابات ومحاولة إمرارها على الشعب العراقي، يعني وليس عملية أغلب الشعب العراقي 80% هو قرر أنه ما ينتخب، يعني هو رافض. لكن خليني بالائتلافات الوطنية، ائتلافات السياسية. نعم ائتلافات السياسية الموجودة الآن، يعني إذا تحسبها على هالجانب شكلت الحكومة، هذا الجانب ما راح يسكت وهو يمتلك أذرع مسلحة، وإذا بالعكس قلبتها هذا شكل وهذا ما راح يسكت لأن عنده أذرع مسلحة. والآن إحنا نشوفها أيضا يعني تم يعني الضغط على الحشد الشعبي بسحبه باتجاه المناطق الجنوبية بهذه الرؤية، وين بدي أشوف الأمور؟ يعني هو هذه الأسباب التي دعتني في بداية الحديث أنا أقول أن الإقدام على تشكيل حكومة في ضوء انتخابات رافقها الكثير من اللغط
والاتهامات بالتزوير بأنه خطأ استراتيجي. يعني هو الخطأ الاستراتيجي هذا هذه النتائج التي ستتمخض عنها، لأن الأطراف المتصارعة المتنافسة، لا أقول المتصارعة، الأطراف المتنافسة على رئاسة الوزراء وعلى تشكيل الكتلة الأكبر جميعهم لديهم أذرع مسلحة، وكلهم عندهم أسلحة وعندهم قوة وعندهم ميليشيات قادرين على أن يفرضوا أمرا واقعا على المجتمع العراقي أو على العملية السياسية. لذلك فيعني يفترض أن تقدم الحكومة على إجراءات شجاعة وإجراءات قوية قبل تشكيل الحكومة الجديدة. يعني الحكومة الحالية يفترض أن تقوم مثلا بفتح ملفات الفساد للفاسدين الكبار لحيتان الفساد. اثنين، يفترض عليها أن تنزع غير تشكل وتجعل السلاح بيد الدولة فقط، تحصل السلاح بيد الدولة. دكتور، غير تشكل الحكومة حتى أقدر أنزع السلاح؟ يعني مثلا تيار الصدري أو سرايا السلام يقول لك أنا، تقول لي انزع السلاح، ما أنا إذا نزعت سلاح سرايا السلام أنا بكرة يجون يذبحوني. يعني الحكومة الحالية، يعني ولا أقصد الحكومة بعد التشكيل، يعني الحكومة الآن هي التي لديها الصلاحيات الواسعة على اعتبارها يعني ما زال البرلمان لم يعقد وما زالت جميع السلطات بيد رئاسة الوزراء والقوات المسلحة. لذلك فإصدار قرارات، إصدار قرارات مثلا يعني قرار عفو على جميع من عفو من الحق العام وليس من الحق الخاص، عفو عن الحق العام، ومن لديه حق خاص يذهب إلى المحاكم. طيب خليني يعني هذا القرار يمكن أن ينزع 80% من الأسلحة الغير شرعية الموجودة في الشارع العراقي. دكتور خليني أشرك في هذا الحوار الأستاذ قحطان السعيدي، عضو ائتلاف الوطنية. أستاذ السعيدي مرحبا بك. أستاذ السعيدي أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله. أستاذ السعيدي، يعني اليوم هذا أشوف يعني ائتلاف الوطنية ينفي وجود انشقاقات داخله ويؤكد مضيه في برنامجه الوطني. يعني هو يعني صارت انشقاقات بائتلاف الوطنية، هل هناك خلافات داخل ائتلاف الوطنية؟ هنالك ضبابية في المشهد السياسي العراقي. يعني يفترض أن نسلط الضوء على ماهية الكتلتين المتناحرتين في تسيد المشهد لرئاسة الوزراء. حزب الدعوة الآن يظن على أنه اللعبة تمر مرور الكرام مثل ما في 2014 أو 2010. بال 2014 السيد المالكي استبعد من الموضوع وأتي بالسيد العبادي. السيد العبادي لحد الآن لم يخرج من عباءة حزب الدعوة. المستشارين وكبار قادة حزب الدعوة هم انتقلوا من مكتب السيد المالكي إلى مكتب السيد العبادي لتمرير رؤية حزب الدعوة في قيادة. لا أستاذ السعيدي، يعني ولو أنا سألتك سؤال يعني على الوطنية جاوبتني على حزب الدعوة. لكن السؤال ما سألته للسيد حيدر العبادي. أنا جايك الموضوع. نعم. فمؤتمر بابل، مؤتمر بابل يعني الكتلة خلينا نقول يعني السنية كانت في اجتماع مع الأخوة الكرد. الأخوة الكرد لهم برنامجهم واضح في موضوع تطبيق الدستور في الفقرة 140، وبالتالي هم أمام مصالح شعبهم الكردي بالموضوع. ولكن ما بقي خارج إقليم كردستان لحد الآن لم يضع النقاط على الحروف. لذلك طلع الدكتور أياد علاوي وطلب إلى اجتماع الكتل السياسية لرؤية رئيس الوزراء. أما أنه حزب الدعوة يلعب بنفس المضمار، أنه أينما أمطرت فهي في أرضي بالموضوع، سواء في كتلة يترأسها سيد العبادي أو في كتلة يترأسها سيد المالكي. هنا الخلل اللي انتبه له الدكتور عياد علاوي وطلب إلى
اجتماع للفضاء الوطني الكردي السني الشيعي وبقية القوميات وبقية الكتل الوطنية لرسم معالم للحكومة الجديدة، لأن العراق في مفترق طرق. طيب هو على المحورين أستاذ قحطان، هم على المحورين هم مو أغلبية ولا كتل فائزة بالمرتبة الأولى، يعني هي ورئاسة الوزراء انفصل فقط إلا من حزب الدعوة؟ يبدو حزب الدعوة يريدها هكذا يعني الموضوع. يعني الأخ عمار الحكيم يقول أنه ما عندي رئيس وزراء لحد الآن مرشح، وكتلة السائرون ما سمت أنه، بينما كتلة السيد العبادي سمت رئيس الوزراء، وفي الخندق الآخر أنه الفتح والمالكي لحد الآن المعلن الأول هو سيد المالكي إضافة. أستاذ قحطان، إذن يستهلوها، ما حد مرشح بس هم، بالنتيجة هم اللي يفوزوا؟ أبداً. هنالك العراق في مفترق طرق أخي. يعني الآن يعني العقوبات الأمريكية على إيران، غالبية الفصائل المسلحة اللي تنتمي لأحزاب التحالف الشيعي، بالتالي هي سيدة الشارع في البندقية. يعني الآن مرحلة تصادم مع الوجود الأمريكي، مع القوات الدولية، مع الناتو. يعني الآن في مفترق طرق، يعني حتى المصلحة الإيرانية الآن تضغط على وجود أنه حزب الدعوة في رئاسة الوزراء. أعتقد أنه راح تشكل خلل كبير، لأن تريد أنه الصراع يكون بالساحة العراقية. لذلك انت بلدت ورياد علاوي وقالهم يا ناس خلي نجتمع كفضاءات وطنية ككتل لحتى نطلع العراق من، يعني ننأى بالعراق من هكذا موقف التصادم ما بين الوضع الإيراني والوضع والسياسة الأمريكية اللي بعدها مطروحة. أستاذ قحطان، بعدها مطروحة حكومة إنقاذ. حكومة الإنقاذ أنا يعني من وقت مبكر كتبت في موضوع حكومة الإنقاذ. الدكتور عياد علاوي الرجل حكى عن حكومة الإنقاذ. حكومة الإنقاذ هي الحل الأمثل، لأن إحنا أمام انتخابات مزورة، وبالتالي مو بس الانتخابات مزورة، جينا خلينا القضاء في حلق المدفع، جينا خلينا القضاء في فوهة المدفع، جينا بعد ما زورنا، بعد ما جبنا الأصوات اشتريت، المال العام استخدم في العملية الانتخابية، صناديق احترقت، كل شيء، قلنا لهم يا القضاء احنا شققنا، وبالتالي تعال فصلونا. وبالتالي القضاء لملم الموضوع، ولكن على هيبة القضاء. الآن حتى القرارات القضائية يعني غير معتد بيها أو غير لها مقبولية بالشارع العراقي، لأن يعني الفضيحة الكبرى بالانتخابات هي فضيحة واسعة النطاق. يعني بدأ يعرفها الفلاح اللي ساكن في قرية بعيدة، وبدأ يعرفها المثقف، وبدأ يعرفها الطالب، وبدأ يعرفها الشاب اليافع. فلذلك العراق في مفترق طرق، وحتى من المصلحة الإقليمية للمنطقة. نعم. يعني وحتى من مصلحة الإيرانيين يفترض أن يوافقون على أن تجي شخصية ليبرالية وطنية تقود المشهد بالعراق، حتى تنقل العراق إلى حيث الأمان والسلام، من دون الاصطدام بالصراع. نعم. الأمريكي الإيراني في المنطقة. شكرا أستاذ قحطان السعيدي، عضو ائتلاف الوطنية. دكتور مصلح، أستاذ قحطان يعني أخذنا بعيد، يعني بمعنى إحنا بالنسبة لنا كل كلامنا أنه منو راح يشكل الكتلة الأكبر، يقول لك أنه السيد علاوي، يقول لك يا كتلة أكبر يا كتلة أصغر، الموضوع أكبر من الكتلة الأكبر والكتلة الأصغر، موضوع كبير كلش. فأنت شنو اللي استشفيته؟ يعني هو استشفيت من خلال التحليل الذي قدمه هو الأستاذ، يعني أن القرار صحيح، الأطراف التي تدخل في حوار تشكيل في الحوار على تشكيل الحكومة هي أطراف عراقية، ولكن أكو هنالك نفوذ خارجي يضغط على هذه الأطراف بإرادات خارجية. إذن القرار ليس قرارا وطنيا خالصا في تشكيل الحكومة، وإنما أكو هنالك نفوذ إقليمي ونفوذ دولي، وإن هذا النفوذ لا يكون منسجما مع في مصالحه مع هذه الأطراف. يعني يكون هنالك صراع مصالح داخل العراق بين أطراف إقليمية وأطراف دولية، وكل يريد أن يشكل
الحكومة أو يكون تشكيل الحكومة على ضوء نتائج الانتخابات بالطريقة التي تخدم مصالحه، يعني بحيث أن الدستور تطويع فقرات الدستور بما يخدم مصالح القوى الإقليمية والقوى الدولية. دكتور مصلح، خلينا نجي مثلا ويا الأستاذ قحطان السعيدي ونقول حكومة إنقاذ. ما هي المشكلة؟ أن مشكلة بالطبق الفوق، هاي الأحزاب لها جذور، جذور إلى مدير مدرسة ابتدائية عندهم، فشنون راح تصرف؟ شنون راح نصرف؟ يعني إحنا إذا ردنا عملية إصلاح حقيقية، فعملية الإصلاح مو صعبة. عملية الإصلاح عندما تكون هنالك جدية وإرادة صادقة وشجاعة في اتخاذ القرارات، فإنها عندما تقدم على ضرب حيتان الفساد وعلى ضرب الرؤوس الكبيرة الفاسدة وإرجاع الأموال والمحاكمات تكون علنية بحيث يطلع الشعب على مجريات هذه المحاكمات، فإن الحيتان الصغيرة والأسماك الصغيرة هي بالتأكيد ستسلك الطريق الصحيح وستتجنب الفساد. دكتور مصلح، هيئة النزاهة تحارب الأسماك الصغيرة، هي مشكلتنا ويا الحيتان. شلون أنا أحارب الحيتان الكبيرة والحيتان الكبيرة هي راعية العملية السياسية؟ يعني إحنا إذا أردنا نشكل حكومة، والحكومة وفق البرنامج الذي أعلنته كتلة سائرون، فالهدف الأول من هذا المشروع هو محاربة حيتان الفساد الكبيرة، ومحاربة حيتان الفساد الكبيرة تحتاج إلى قرارات شجاعة وجريئة وإلى إرادة صادقة، إرادة وطنية صادقة. ويفترض أن يكون هنالك لجان متخصصة لمتابعة الفاسدين، ولا يستثنى من ذلك أحد. جميع الكتل وجميع الأحزاب يفترض أن تكون مشمولة بملاحقة الفساد والمفسدين. طيب دكتور مصلح، يعني مثلا احنا بالنسبة لنا من الأحزاب، إذا أكو 10% ما سرقوا و 90% سرقوا والعشرة بالمئة رادت تعيش يعني دور البطولة وقالت والله احنا لازم نحاسب 90%، لا مو يشيلون ذولا ويذبوهم بالسجن ويبقى 90%. يعني إذا في هذه الحالة ليست هنالك إرادة صادقة ولا جدية ولا إرادة وطنية في محاربة الفساد. تبقى الإبقاء على الحال كما هو عليه، تقاسم المغانم والمكاسب والمحاصصة الطائفية التي تشكل مظلات لحماية الفاسدين والمفسدين، وبالتالي سيضيع البلد. ولكن الآن أكو مستجدات على الساحة العراقية، أكو احتجاجات شعبية واسعة، وأكو ضغط جماهيري على أبواب مناطق الإدارات التي تمثل الأحزاب، وقد أحرقت الكثير من مقرات الأحزاب وهوجمت كثير من مقرات هذه الأحزاب احتجاجا على السياسات الخاطئة والفساد الذي استشرى في طيب طريقة أداء الحكومات السابقة. أكو رأي آخر يقول لك، يعني قبل يعني أسبوع تقريبا كان معي ضيف محمد السعبري وهو من حزب الدعوة سابقا بس الآن سياسي مستقل، يقول إنه الشركات الأمريكية التي جاءت في بعد 2003 هي التي علمت الأحزاب كيف تسرق. يجيك واحد يقول لك والله تمام لعد اللي شبكنا يخلصنا، طيب ليش ما الأمريكان يابا يا جماعة، ما هي كل المصايب أنتم بإشرافكم، وحتى اللي يسرق ما يقدر يهرب $10,000 خارج البلد إذا مو الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي ده يشوف وين ده يروح. هذا شنو اللي رأيك بي؟ يعني هي الأمريكان عندما جاءوا إلى العراق جاءوا محتلين، والمحتل ليس من أهل الوطن ولا ليس من أهل البلد، وإنما جاء غازيا. لذلك فالمسؤولية الوطنية والأخلاقية أولا تقع على ابن الوطن، يعني ابن الوطن الذي يعتبر الوطن بيته، كيف يسرق الإنسان بيته؟ أي وطن؟ ما اللي إجوا بعد 2003 عندهم وطنين. فخليني أشرك في هذا الحوار الأستاذ حسين النجار عضو تحالف سائرون. أستاذ النجار مرحبا بك. أهلا وسهلا بحضرتكم ومتابعيكم. حياك الله أستاذ النجار. يعني سائرون قالت أن حديث تحالف الفتح عن تشكيل الكتلة الأكبر مجرد حرب إعلامية. طيب ما هو يعني تحالف سائرون
ما شكل الكتلة الأكبر، ويقول راح أشكل الكتلة الأكبر، يعني ليش حلال عليكم هي حرب إعلامية لغيركم؟ تحياتي حضرتك مرة ثانية وتحياتي لضيوفك. أنا ما أعرف منه اللي صرح بهذا التصريح بأنه تحالف الفتح في حال يعني حديث لوسائل الإعلام أنه سوف يشكل الكتلة الأكبر يعتبر هذا حرب إعلامية. بالعكس تماماً، يعني نحن سوف نبارك للفرقاء السياسيين أي كيان سياسي أو أي تحالف سياسي بتشكيل الكتلة الأكبر، وبالتالي أعلننا صراحة بأنه تحالف سارون في حال عدم تمكنه من تشكيل الكتلة الأكبر فأنه سوف يذهب إلى المعارضة السلمية والشعبية وفق برنامج. وبالتالي كما تعرف أنه كل فريق سياسي وكل تكتل سياسي لديه مشروعه ولديه إمكانياته ولديه أهدافه في تشكيل الكتلة الأكبر، وبالتالي ترشيح مرشحه لرئاسة الوزراء. طيب أستاذ حسين، يعني حتى نحكي على المعارضة، من الـ 58 سنة 1958 ولحد هذه اللحظة اللي يروح للمعارضة يروح وما يرجع، يعني تابع الحركة السياسية في العراق ماكو شيء اسمه معارضة. تمام، يعني يعني احنا اليوم قبل ما نروح لموضوع المعارضة، تحالف الثائرون والنصر والحكمة والوطنية أعلنوا عن تشكيل النواة، وهذه النواة تشكلت وفق أهداف معينة ورؤية سياسية معينة، وبالتالي أعلنت هذه النواة عن انفتاحها لبقية الكيانات السياسية. وأيضا مرة ثانية أؤكد أنه سارون سوف يذهب المعارضة. سابقا عزيزي، من 58 إلى 2003 لم يكن العملية السياسية وفق ما يعني نعيشه الآن. يعني سابقا كان التداول غير سلمي للسلطة، كانت الحكومات تأتي عن طريق الانقلاب، وكان القمع والاضطهاد السياسي هو مصير أي سياسي آخر معارض. الآن أكو نوع من الفتحة للتداول السلمي للسلطة، أكو عندنا دستور صوت عليه الشعب العراقي، وعندنا قانون للانتخابات، وعندنا تداول سلمي للسلطة على الرغم من العثرات اللي مر بها البلد طيلة الفترة الماضية منذ بس اسمح لي أستاذ حسين، إحنا كمتابعين من 2003 وجاي ما صار أي تداول للسلطة، هي نفسها الأحزاب، يعني هذا يزيد هذا ينقص، هو يعني ما صار شيء جديد. إيش قد حاولوا يعني كتل سياسية تدخل ما قدرت. طيب يعني هو هذا يعني الوضع السياسي مالتنا بالعراق وقانون الانتخابات، هي المشكلة مو انه انت اكو حزب سياسي يريد يدخل ويغير شيء، مشكلة بالنظام السياسي اللي نعيشه حاليا، وهو نظام مع الأسف متهرب ونظام سيء نتيجة لفشل القيادات السياسية طيلة الفترة الماضية، نتيجة البناء الذي بني عليه النظام السياسي وهو موضوعة المحافظة الطائفية والأثنية الضيقة، وبالتالي أنتجنا هذا البناء. نعم. قانون انتخابات فاشل، مفوضية انتخابات مشكوك بأمرها، كثير من القضايا التي لم تحسم إلى الآن، وبالتالي نلاحظ أنه هذا حالة الاستعصاء السياسي موجودة نتيجة لفشل إدارة الحكم الذي يستند إلى نظام المحافظة الطائفية. على الرغم من هذا وذاك، على الرغم من السيئات الموجودة، لأنه مثلا هذا الكيان السياسي اليوم يأخذ عدد المقاعد، الكيان السياسي الآخر يشترك بالحكومة لا يشترك بالحكومة، نحن نريد أن نخطو بخطوة إلى الأمام، يكون هناك حكومة كفاءات وإمكانيات، حكومة كتلة أكبر، وبالتالي كتلة أكبر تسمي الوزارة وتسمي الأشخاص اللي يقودون الوزارة، الآخرين الذين لا يتمكنون يذهبوا إلى معارضة سلمية، وبالتالي ننهج يعني بداية النهج. نعم. الديمقراطي. شكرا أستاذ حسين النجار، عضو تحالف سائرون، كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا جزيلا لك. أذهب إلى الدكتور مصلح الجبوري. دكتور مصلح، موضوع المعارضة، يعني أنا هسه لو قالوا لي خالد روح للمعارضة أقول لهم لا أروح للبيت، لأنه ولا أروح للمعارضة، المصير المعارضة معروف بالعراق، أو أنه أروح للمعارضة بس أروح لندن أسكن بلندن وعارض، هذه طرق المعارضة. أما أنه تعارض بنفس البلد لا، مصيرك معروف. يعني إحنا ما زالت يعني الثقافة السياسية ثقافة غير ناضجة في كيفية انتهاج الرأي والرأي الآخر، ما زال الصراع لم يكن صراعا فكريا، وإنما هنالك تدخل أطراف أخرى في عملية الصراع، والأحزاب جميع الأحزاب التي شاركت في العملية السياسية يعني هي أحزاب لم تنجح في إدارة الدولة بسبب افتقاد عاملين أساسيين في كل هذه الأحزاب. هذه الأحزاب سبب فشلها في إدارة الدولة أنها تفتقر أولا إلى المفكرين، لا يوجد في هذه الأحزاب مفكرين قادرين على بلورة نظرية سياسية
حديثة متطورة ناضجة قادرة على أن تمارس العمل السياسي بطريقة حضارية تؤمن للبلد مستقبلا زاهر. والعامل الثاني أنهم أغلب هذه الأحزاب إن لم تكن جميعها أيضا تفتقر إلى رجال الدولة، الأعضاء القادرين على إدارة الدولة ومن أصحاب الخبرة والمهنية والتجربة الذين يمتلكون الخبرة في إدارة الدولة. لذلك يعني افتقارهم إلى المفكرين وإلى رجال الدولة تعتبر من أسباب الفشل الرئيسية. متى ما تكون هذه الأحزاب في إدارتها وفي نظرياتها ومشاريعها السياسية هنالك أناس مفكرون قادرون على صياغة النظريات السياسية ورجال دولة قادرين على إدارة الملفات المهمة. جماعة بالمنطقة الخضراء يقول لك اصبر علي أنا يعني بعد 15 سنة بس يعني خليني أشرك بهذا الحوار. يعني على ذكر أستاذ حسين سألني على أنه منه صرح هو السيد أيمن الشمري وقيادي في تحالف سائرون تحدث عن أن تحالف الفتح تشكيل كتلة الأكبر وصفها بالحرب الإعلامية. خليني أذهب إلى الأستاذ عباس الجبوري محلل السياسي والباحث في الشأن العراقي. أستاذ عباس مرحبا بك. أهلا وسهلا بك عزيزي أستاذ خالد. حياك الله أستاذ عباس. فيما يخص التحالفات خليني أسأل سؤال عام. نعم. أنت شنو اللي تشوفه بهذه التحالفات؟ هذا المحور وهذا المحور، محور الفتح ودولة القانون ومحور سائرون والحكمة والوطنية والنصر. ودولة القانون يقولون أنه جزء كبير من ائتلاف النصر ويانا بس ما أعلنوا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ خالد وتحية لضيفك الكريم ورمضان، يعني حقيقة هنيئكم بمناسبة العيد السعيد. وأعتذر عن التأخير لأنه زحام قوي فلذلك تأخرت عن البرنامج. حياك الله. حقيقة اليوم يعني أشبه اليوم التحالفات أشبه بكرة الثلج التي تنضج صباحا تتدحرج إلى الظهر بعد المساء تذوب وكأنها لم تكن هناك أي تحالفات. وسمعت اليوم أن بعد العيد ستشكل لجان للتباحث حول الكتلة الكبرى. ما هذا التقرصات؟ اليوم 3 أشهر ونحن في فراغ دستوري إن كانوا يؤمنون بالدستور، ولو أنني أشك في ذلك لأنهم فصلوا هذا الدستور على مقاسهم، الفقرة التي يريدونها يتمسكون بها والفقرة التي لا يريدونها يبحثون. الدستور يطبق خارج المنطقة الخضراء. هناك محورين. خارج المنطقة الخضراء يطبق الدستور. نعم. خارج المنطقة الخضراء يطبق الدستور. في المنطقة الخضراء نعم ما موجود دستور. أكيد إحنا نعم إحنا لدينا تجربة مع الدستور. هذا الدستور العبثي، هذا الدستور الذي مليء بالألغام، هذا الدستور حقيقة لا يليق بالعراق كشعب أصيل له تاريخ وحضارة. هذا الدستور فصل على عدد من الأشخاص الذين جاءوا اليوم لينتقموا من كل شيء. دعني أقولها بصراحة، لم يكن للأجيال، لم يكن للمستقبل، وإنما كان لحاضر هذه الكتل وأحزابها لتتمتع بهذه الثروات الطائلة وهذا الثراء الفاحش مع جوع كبير لباقي. أستاذ عباس، أستاذ عباس، بس قبل ما نعم. تذهب يعني أكو يقول لك يعني كأنك تسألهم تقولهم ليش أنتم ما عندكم ولاء لوطنكم، يقول لك لا أنا عندي ولاء، بس واحد يقول لك أنا عندي ولاء لكندا، واحد يقول لك لبريطانيا، واحد يقول لك لأمريكا، وطنهم الثاني العراق، وطنهم الثاني ذاك وطنهم الأول. يا أستاذ خالد والله العظيم أنا أتحدث لك بكل مرارة وأنا عايش هذه التجربة بالعراق وأعرف وقريب من المشهد السياسي. بعض السياسيين ولا أقول كلهم عميل بالفطرة، لا يمكن أن يكون للعراق، العمالة تسري مع دمه تجدها في كل كرة يبدن فيه. للأسف الشديد اليوم يتحدثون عن مستقبل العراق، يتحدثون عن تاريخ العراق، يتحدثون عن خدمة العراق، ولكن أين هي النتائج؟ أين هي البرامج التي قدموها لنا لكي تخدم العراق؟ لا توجد برامج، كل ما موجود هناك حصص، مناصب سيادية، أماكن، مغريات،
رواتب، صفقات، كل هذا يدور في الخفاء. طبعا اليوم هناك محورين تحدثت عنهم أستاذ خالد في سؤالك. نعم. المحور الأول دولة القانون، والمحور الثاني سائرون. طبعا سائرون ودولة القانون حسب ما موجود على الأرض والمعطيات لا يلتقيان أبد بسبب سوء تفاهم يعني من 2006 ولحد الآن. لكن اليوم هذه يعني اليوم كل واحد يقعد لنا الصبح ضرب الريوق وقال اليوم أنا أشكل الكتلة الأكبر، المساء قال لا والله نحتاج بعض التحالفات. الكتل الصغيرة هذه ما تسمي نفسها ببيضة القبان اليوم بدت مطالبها كبيرة، يعني تريد حتى تأتي إلى الكتلة الأكبر وتشكل الكتلة الأكبر وتكون أغلبية تطلب مطالب كبيرة. وعلى فكرة هذه الكتل مستعدة أن يعطوها أي شيء في سبيل الحصول والمغانم والمكاسب. نحن اليوم لماذا نتحدث عن الأشخاص؟ لماذا نتحدث عن الأحزاب؟ لماذا نتحدث عن الكتل والمكونات؟ لماذا لا نتحدث عن برنامج حكومي له أسس ومبادئ يتم تطبيقه على الأرض؟ يعني اليوم حتى إذا ننتخب رئيس وزراء ضعيف ما عنده آليات ما عنده أدوات ما راح نسوي شيء، لكن عندما ننتخب رئيس وزراء قوي ويختار له كابينة وزارية كبيرة وأكاديمية مهمة أصحاب خبرة أصحاب شهادات سيمضي في تحقيق يعني البرنامج. وأيضا يجب أن يلزم رئيس الوزراء القادم بضوابط، يعني لا تمضي هذه السنوات الأربعة مثل سابقاتها ونجلس نبكي على الأطلال على مستقبل العراق. أستاذ عباس خليني أذهب، هناك ضوابط. خليني أذهب لدكتور مصلح. نعم. الجبوري دكتور مصلح، ب 2010 كل الكتل اتفقت وقررت ما تعطي ولاية ثانية للسيد المالكي، وفجأة ظهر المنقذ من هو تيار الصدري وأعطى الولاية الثانية للسيد المالكي. الآن نفس الشيء، لن نقبل خط أحمر ولا وها مفتوح الباب أو غيره وغيره. ما هي بكرة تتفاجئ وإذا هم متحالفين يصير؟ يعني في العراق بلد المفاجآت، مثل ما ذكر الأستاذ عباس تحية له، أن أغلب القسم من السياسيين وليس أغلبهم لا يمتلكون انتماء لهذا الوطن وإنما انتماءهم خارج الحدود. فبلد المفاجآت، كل شيء ممكن أن يحدث في هذا البلد. ولكن الآن الظروف اختلفت عن 2010 أو 2014، لأن أكو هنالك متغير شعبي، أكو هنالك وعي شعبي، أكو هنالك إدراك جماهيري بأن هذه العملية السياسية أصبحت عملية مشوهة، وإنما وكل من يشرف على هذه العملية السياسية أو المسؤول عن هذه العملية السياسية لا تهمه مصلحة الوطن، وإنما بنيت على أساس المغانم والمكاسب الحزبية والشخصية ولا يهمهم مصلحة الوطن. والنتائج التي ظهرت على الأرض من خلال انعدام الخدمات وانعدام توفير فرص العمل وانعدام استثمار الأفراد والأهالي والأموال. يعني أستاذ عباس يقول لك أنا بالنسبة لي هذا الكتلة الأكبر وهذا الكتلة الأصغر وهذا يلعب وهذا يبتز، جيب لي رئيس وزراء عنده برنامج واضح، عنده برنامج واضح وخلص، هي هشكل الدول ده تدار. يعني هو حتى رئيس الوزراء، ما اجى رئيس الوزراء الى العراق من عام 2003 الى اليوم الا واعلن برنامجا بانه سيقدم الامن والخدمات والى اخره، ولكن المساله في التطبيق. خليني لعد اساله، خليني اساله استاذ عباس الجبوري على ذكر يعني انا مثلا اجيب برنامج واسحبه من الانترنت او شلون وانطيكم اياه وخلص يتم المصادقه علي وكرئيس وزراء، شلون اطبقه؟ ما هو قبل الانتخابات وقعوا على ميثاق الشرف الانتخابي، طبوا للانتخابات زوروها، راحوا لمكه يم الكعبه وقعوا على اتفاقية صلح واتفاقية على بعض الأشياء وخالفوها، راحوا للقاهرة بالجامعة العربية
وهم وقعوا وخالفوها بتشكيل حكومة 2010، راحوا وبرعاية أربيل أيضا وقعوا على برنامج وما اتفقوا بها، ما يتفقون ديدنهم، يعني ما حد يثق بأحد. استاذ خالد، للتصحيح انا الدكتور عباس الجبوري. طبعا شوف استاذ خالد، خل اقول لك شيء. احنا عندنا تجربه من 2003 ولحد الان، كل المواثيق التي تعقد بين الكتل تنسف بعد لحظات، واخرها كما تحدثت ميثاق الشرف. طبعا للاسف الشديد ميثاق الشرف الذي تم التوقيع عليه، بعض الكتل وبعض اصحاب الكتل كنا نتوسم فيهم يعني العمل الممتاز، ولكن للأسف الشديد كما ذكرت نصف هذا الميثاق في أول بداية الانتخابات. احنا هذه المواثيق، هذه الكتل من 2003 لحد الآن، البعض يخاف من البعض، البعض يشكك بالبعض، البعض يتهم بالبعض. نظرية المؤامرة موجودة في كل الكتل السياسية، مع جل احترامي وتقديري لبعض الخيرين فيهم، يعني اليوم المؤامرة موجودة، هذه الكتلة تنصب عداء لهذه الكتلة، وهذه الكتلة تريد الإسقاط هذه الكتلة. للأسف الشديد الآن هناك مناصب تباع قبل أن تعقد الحكومة، وصل سعر الوزير 6 ملايين دولار. تخيل، نحن في هذه الضبابية والفساد اليوم لا زال معشعش. يعني تخيل انت بعد 15 سنة بعد هذه السرقات والكوميشنات، قلنا لننطلق في مكافحة الفساد، وأكد رئيس الوزراء أكثر من مرة في ضرب الفساد. الآن تباع بعض المناصب، الآن الرشوة موجودة. هذه الكتل اليوم، أي كتلة، أنا سأقول لك شيء، والله ولن أخشى لومة لائم، طالما أنا ابن هذا العراق، هناك اي وزير يتعين اللي يحكم الحجي وليس الوزير. طبعا في معظم الوزارات، ولا اقول كل الوزارات، اكو حجي، هذا الحجي عينته الكتلة، هو يمشي الوزارة والوزير فقط بس يوقع. احنا اذا ما نغادر هاي ونأتي بحكومة مهنية، حكومة ذو اختصاص ذات شأن، وعلى فكرة ترى العراق ولاد، العراق بيه ناس مهنيين، العراق بيه ناس علماء، لو اليوم أعطيت لهم مناصب والله اللي عملوا بالعراق وخلوه مثل اليابان. أشكرك. عندنا عباقرة ولكن لا يستطيعون العمل للأسف الشديد. أشكرك دكتور عباس الجبوري، المحلل السياسي والباحث في الشأن العراقي، حدثتنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. كذلك أشكر دكتور مصلح الجبوري السياسي المستقل من عمان، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدي الكرام، كان معكم خالد بن جاسم، إلى اللقاء.